استاذ عصام حمور، اذا اين وصلت المحاكمه لدى الاستئناف ملف الوزحمه؟ بالطبع اليوم نحن في المحكمه العسكريه للوليده، اين تم جدوله استئناف الحكم الجنائي الصادر من ذات المحكمه. انا من جهه الاستئناف بالطبع المزحمون متابعه من طرف النيابه العسكريه للناحيه الثالثه الجديده بتهمه المؤامره المواد 77 78 من قانون العقوبات وماده 284 من قانون القضاء العسكري. على كل حال تم الاستجواب اليوم في الصباح في الفريق المتقاعد فريق مدين بحضور كافة الشهود وبحضور كل المتهمين إلا المتهم طرطاق عثمان الذي رفض الامتثال اليوم مرة أخرى بعد أن رفض امتثاله المرة الأولى في جلسة المحاكمة الابتدائية. رفض اليوم أيضا الامتثال أمام المحكمة الجنائية الاستئنافية. في الظهر بعد الظهر سوف يتم السماع إلى مستشار الرئيس والأخ الرئيس سعيد بوتفليقة في نفس القضية. فربما أن قيل عن هذا الملف هو ملف القرن، فنتأسف لأن هذا الملف ليس ملف القرن، بما أن الجلسة ليست علنية ولم يتمكن الشعب الجزائري من معرفة الحقائق التي تدور في طيات هذا الملف ولا الولوج إلى الحقيقة بسماع الأطراف وسماع الدفاع والأسئلة التي تم طرحها لكل الأطراف. بالنسبة لوزحمون سيسمعها اليوم أم؟ بالنسبة للسيدة لوزحمون الأمينة العامة لحزب العمال، يجب التذكير أن هذه الصفة أي مناضلة سياسية ومسؤولة سياسية، من الجانب الإجرائي قام الدفاع بما يسمى بالدفوع الأولية والدفوع الشكلية، هي دفوع إجرائية بالطبع فيما يخص عدم اختصاص محكمة الجنايات، وتم ضم كل الدفوع إلى الموضوع والتطرق لهذا الدفوع حين الولوج إلى قاعة المشورة والمداولة في الملف. يجب أن نتذكر أن المزحنون هي شخصية سياسية ومسؤولة سياسية، وبمجرد متابعة المزحنون أمام قضاء عسكري أو أمام أي قضاء بمناسبة يعني قرارات سياسية أو مواقف سياسية يعتبر تجريم للعمل السياسي بحد ذاته. والشيء الذي يؤسف في نوع هذا الملفات أن العمل السياسي يتم تجريمه من طرف سلطة تنفيذية أو قضائية، فهذا يعتبر مساس بحق مدني مكرس دستورا ومكرس في التشريع وحتى في المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر. وفي رأيكم محكمة الاستئناف راح تصدر أحكامها اليوم ولا ممكن العملية تطول؟ لا أشك أن محكمة الجنايات الاستئنافية سوف تصدر قرارها اليوم، هذا باعتبار أن في الملف هناك ثلاث متهمين، فريق محمد مدين ومستشار رئيس سعيد بوتفليقة والأمين العام لحزب العمال. بعد ذلك يتم تلاوة محاضر المتهم المتغيب عن جلسة اليوم والذي رفض الامتثال للمحاكمة هو لواء عثمان طرطاق، وبعد ذلك سوف يتم السماع للشهود والشهود عددهم 8 شهود بما فيهم رئيس المجلس الدستوري السابق بلعيز ومستشار في الرئاسة بوغازي وكذلك الأمين العام لرئاسة الجمهورية حبة العقبي وعدد آخر من الشهود الذين تم استدعائهم أمام محكمة الجنايات. فمن المرتقب أن يكون الحكم أو النطق بالحكم في المحكمة الاستئنافية للجنايات سواء غدا لساعة متأخرة كما يعني المحكمة الابتدائية، فلا أشك أن النطق بالحكم يكون اليوم.